الزواج هو الصله التي ارتضاها الاسلام لاعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصله اعمار الارض واصلاحها وهو عقد موده فيه سكن للنفس وارتياح للقلب قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه والمراه المسلمه حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحله جديده في حياتها تعد مرحله مهمه وجليله الشان فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة، في التاكد من مصداقيه الخاطب وسلوكه الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجيه اثراء فهمها ووعيها بمرحله الزواج ومتطلبات نجاحها سواء بالقراءه او بتجارب الناجحات ووصاياهن او بالالتحاق بدورات تثقيفيه في هذا الامر معرفه حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها وان حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط بل هو قربه وعباده لله تعالى ولتعلم المراه ان بيت الزوجيه هو مملكتها الجميله ومستقر سعادتها ومحضن اطفالها وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه